كلمة صفقات وقالوا مغامرات وقالوا هات احتياجاتك او هات اللعيب ده او تحديدا ده بيجي اللعيب ده، وهذه القيمة الكبيرة اللي بنتشرف انها موجودة معانا على التليفون على الهاتف. مش عايز انا يعني لما اجي اقدم الباشمهندس عادل القيعي مش عايز اقول باشمهندس ولا صديقنا العزيز ولا استاذنا الكبير، كلام كتير كله، لكن في الاخر الاسم يكفي. باشمهندس مساء الفل. مساء النور يا كابتن ايهاب. الو، تحياتي ليك وتحياتي الكابتن عادل والاستاذ شريف والاستاذ علاء. الاستاذ علاء سامعك يا كابتن؟ سامعني يا باشمهندس؟ بص يا حبيبي، اولا بسلم على ضيوفك قبل ما ابارك لك على البرنامج، بسلم على الصحفي الجميل علاء عزت والكابتن المحترم عادل عبد الرحمن اللي يعني يمكن زميلته في اول طلعه له مع النادي الاهلي في اول سفريه خارج الحدود مع النادي الاهلي. على اي حال ابارك لك على البرنامج اولا، واسالني في اي شيء بدون تحفظ ما عدا الصفقات. طيب ما عدا الصفقات انا اسالك طبعا هتحتار واحد. لا لا خالص خالص خالص. طبعا احنا الكابتن محمود الخطيب في معرض الكتاب منذ ساعات قال جمله مهمه جدا، قال النادي الاهلي دايما بيجيب احتياجاته فقط. تعليقك على جمله الكابتن محمود الخطيب؟ ما هو اصل يعني انت دلوقتي هتروح مطعم ها عشان تستعرض على الناس اللي في المطعم، تقعد تطلب اكل 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 سواء مفيد او مضر او بتحبه او ما بتحبوش عشان يقولوا على شوف الراجل ده يعني كريم قد ايه، ولا تاكل احتياجاتك الصحيه اللي تخليك واقف على رجليك كراجل. مش مساله انت معاك فلوس كيف تنفقها، لكن العبره بالاخر لازم الناس تفهم ان الصفقات وسيله وليست غايه، يعني ما هياش بطوله في حد ذاتها. بس فالكلام اللي بيقوله كابتن خطيب ده منطقي جدا لاي نادي بيسعى ان هو يعني يحقق اهدافه، انه ما يجيبش ناس حتى تعطل ناس. يعني مظبوط، المساله عايزه رويه وعايزه حسابات وعايزه، واحنا مش بنشتغل علشان حد يشيد بينا، احنا بنشتغل عشان مصلحه النادي الاهلي. الا والله هذا العمل وهذا الجهد حقق المصلحه، الإشادة هتيجي بعدين، احنا مش شغلانة موضوع الإشادة دي. طبعا كلنا عارفين وعارفين دورك يا باشمهندس كويس قوي، لكن الحديث والزخم على مواقع التواصل الاجتماعي، طب الأهلي كان عايز صفقة ولا لأ؟ طب ليه الأهلي ما علاش السعر؟ طب هو في سقف للصفقات في النادي الأهلي؟ ده شغلنا ودي أسرارنا بقى يا إيهاب. تمام، يعني ما أنا ممكن أكلمك في نقطة وأنا رايح في نقطة تانية. مظبوط، يعني ما هو برافو عليك، المسألة مش كده، الحسبه مش كده. ممكن تكلمني في نقطه وانت رايح نقطه ثانيه. واعتقد ان التجارب السابقه مجلس اداره النادي الاهلي دائما كان يحقق النجاح، حتى في عز انتقادات مجلس المهندس محمود طاهر كان هناك نجاحات بعد اكتساب الخبره في موضوع الصفقات. صحيح حصل في الاول شويه دربكه جامده، لكن في الاخر اسلوب الاهلي ومصلحه الاهلي واحتياج الاهلي بيفرض نفسه. الشطارة انك تجيب الصفقة المناسبة بالسعر المناسب، مش موضوع ان انا تاني وهقولها النادي الاهلي موقفه كويس، ما هوش مش محتاج حد يضغط عليه عشان يبيع له حاجة اكتر من قيمته، بس انما ممكن جدا انت تعمل خمس ست صفقات كويسين ويعملوا لك يعني احتفالية حلوة، لكن انت ممكن تجيب صفقة واحدة تكون محتاج لها بالظبط تحط فيها امكانياتك كلها او تربع امكانياتك. مظبوط، زائد ان في مستقبل وانت بتفكر في السنه الجايه واللي بعديها، ما تقعش في هذا الموقف تاني. لازم نظرتك تكون نظره مستقبليه، لكن احنا مش بنشتغل كرد فعل، احنا بنشتغل الايام سوف تثبت كيف كان الاهلي كما قال الكابتن محمود الخطيب يفكر بعقل وليس بقلب، وبيفكر بدون انانيه انه يطلع يكسب شعبيه واشادات، ولكن مستعدين نتحمل الانتقادات بسبيل ان ينصف التاريخ النادي الاهلي والمستقبل القريب باذن الله. بعض الاصوات العاليه كده انتقدت الكابتن عدلي بصوت كبير وتهجمت شويه كده في قصه راحت عليك يا كابتن عدلي. والله يا ما دلعونا على ايه؟ شويه، ايه المشكله؟
انا لا شاغلني الدلع ولا شاغلني الهجوم، انا يشغلني مصلحه النادي الاهلي. انا مش عايز حد يعني يسقف لي قوي، انا مش معتبر. بص انا لم اسعى ان اكون معروف ولا اعتبر نفسي نجما، اشكر من اعتبرني مشهورا ونجما ونجمني عشان يحاسبني، كتر خير. طب الكابتن عادل عايز يقول لك حاجه. ازيك يا باشمهندس؟ ازي حضرتك يا حبيبي؟ ازيك؟ عامه احنا فاهمين الامور، يعني انا شخصيا كمدرب محترف انا فاهم الامور بتدور معاك انت ازاي، كمان انت كمهندس عادل القيع. يعني اولا الاهم اللي الناس مش فاهماه، اهم حاجه في الموضوع ده كله السريه والاتجاهات بتاعتك، وكمان حاجه تانية مهمه لانه هو مسرح، اللاعب اللي هيجي هيفيد ازاي وهنشتغل بيه ازاي، وعلشان هو لو ما لعبش وما بقاش لعيب كويس مش هيتسوق كويس تاني. فالحاجات دي احنا فاهمينها يا باشمهندس، بس هو المشكله في ايه؟ المشكله انه الاعلام هو اللي بيصور كده. فانا افتكر ان انت عارف الموضوع ده من زمان، ويمكن احنا شفنا صفقات كتير معاك كان فعلا الناس بتروح اتجاه وانت بتبقى في اتجاه تاني انت واللجنه، واكيد انتوا محترفين وشغالين بالسلسلة بتاعت اللي هي هذا، نبدأ ازاي نقيم اللاعب وبعدين نبدأ ازاي هنجيبه وبعدين هنبدأ ازاي نشوف المكان. العادل طبعا اشكرك طبعا على التوضيح المهم جدا ده جدا لانه بيلمس الحقيقة، لكن كمان عايز الناس تتفكر حاجة مهمة جدا، القايمة 25 لاعب السنة الجاية. مظبوط. بس احنا مش بنلم عشان نفركش. مظبوط. احنا بنستكمل، بنعمل ابجريد، بنطور. فالناس لازم اللي ايده في الميه مش اللي ايده في النار. على فكره في حلقات بقول احنا بتكلم عن النادي الاهلي مش على عادل القيعي. في حلقات ثابته وقبل الصفقات ما تصار في الفتره دي قلت الكلام ده. لان انا مش صاحب الفضل، خلي بالك. ومستعد ان اتحمل اللوم بالنيابه عن الجميع، ما عنديش اي مشكله. انا الاهلي اداني اكثر مما استحق او اتوقع، واخد بالك؟ عندما ينالني بعض الهجوم طبيعي جدا، انا شخصيه بقت تعتبر عامه الى حد ما، تتقبل النقد وتتقبل، زائد ان النقد احيانا بيبقى من واحد محب وسليم النيه، وغالبا بيبقى من ناس ليها اهداف اخرى، ومش هتوسع اكتر من كده. طيب كابتن، خلاص موسم الانتقالات الشتويه بيغلق ابوابه، هل ليك رساله لجماهير النادي الاهلي؟ طبعا لما نقول جماهير الاهلي، احنا ساعات نختزل جماهير الاهلي في مجموعات صغيره قوي. جماهير الاهلي جزء منها الالترا، جزء منها شباب جميل على مواقع التواصل لقى ضلته فين يعبر عن ارائه، بعضهم اعتبر نفسه صحفي وفيهم الناس موهوبين، بعضهم اعتبر نفسه بطل وقائد له اتباع بيسقفوا له الله ينور اديهم اقصف الجبهه، بعضهم له اهداف اخرى يستخدم كسلاح من ناس انها تعطلك، والطعنه قد تكون من الداخل وقد تكون من الخارج. كل ده لا يشغلنا، احنا مشغولين بحاجه اهم، احنا عايزين نصل بالنادي الاهلي الى المكانه التي كان ينبغي ان يكون عليها. بس تبص كده مستعدين لتلقي اي حاجه. ها، وانا شخصيا مستعد ان اتلقى اللوم عن الجميع، بس يبقى الاهلي بهيبته، ما حدش يقل هيبه الاهلي. اللي هيقل هيبه الاهلي بقى لما يدعونا حب الاهلي، اقول لهم لو العبوا غيرها، انتوا مش محبين للاهلي. اللي يلعب ويلمس هيبه الاهلي ويدي فرصه لغيره انه ينال من هيبه الاهلي، بقول له العب غيرها. عارفين على فكره، انا عارف ناس بالاسم وما زالوا موجودين في وسطينا وكلكم عارفينهم. مش هصرح برضو اكتر من كده لحد ما يحين الحين. طب الاستاذ علاء عزت برضو يعني ليه مداخله معاك، ما نحرموش منها. اتفضل. اهو النبي. مساء الخير يا باشمهندس. ربنا يسقط من علاء ده. لا اهو. اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. انا كنت عايز حضرتك بعيدا عن منصب حضرتك كمدير تعاقدات في النادي الاهلي، كنت عايز رؤيه حضرتك كخبير في الوسط الرياضي
توصف لنا المشهد الموسم الانتقالات، حضرتك شايف الموسم ده شكله ازاي؟ شايف ايه المتغيرات الجديده في موسم الانتقالات؟ شايف الاسعار رايحه بينا فين؟ موسم هادي. هادي. كان ممكن يعني يكون ساخنا جدا لو انساق الاهلي للاليات اللي كانت معروضه. تمام. لكن الاهلي مسك نفسه، سيطر على نفسه شويه. فساعد على هدوء الموسم. فالنهارده يعني الصفقة الوحيدة اللي حصل فيها شوية كلام بتاعت امبارح بتاعت عنتر. تمام. لكن بخلاف هذا أنا مش شايف الدنيا ماشية بهدوء جدا بين كل الأندية. وأنا بقول إن ترتيب الأندية قبل الصفقات وبعدها ها محك. هو المحك. يعني أنت دلوقتي بتخرج لعيبة وبعدين بتجيب لعيبة. ساعات بعض الناس يقول لك يا ريتني ما خرجت دول وجبت دول، مش كده؟ تمام. بس انت دلوقتي كنادي الاهلي اعتقد كل الناس بتقول احلى كوره، احسن فريق، احسن مدرب، احسن نتائج، اقوى دفاع، اقوى هجوم، ورغم كده بعض جماهيرنا قلقانه مش راضيه، وده شيء على فكره مش وحش، لان تطلعاتهم اعلى من الموقف اللي احنا فيه. وانا معاهم. وانا ما برضو عندما ارضى فهو يبقى معنى كده ان بدايه نهايه. الرضا يكون بالقناعه لكن لا يفقد الطموح. انا رضائي عن مستوى الاهلي ملوش سقف، وكلنا كده وكل بيحب الاهلي كده، لكن بالادب، بالذوق، مش بالذوق، بالثقه. ما تديش لعدوك كلمه يستخدمها ضدك. بس طب والقفزه باشمهندس عادل، القفزه في الاسعار، وهنغلط وبنغلط احنا، مش يعني احنا بشر في النهايه، ممكن جدا كلمه تفلت من حد، تصرف يحصل من حد، يعني لحد ما الدنيا تتحكم قوي زي ما كنا متعودين. بس ابو قلب، ابو قلب كبير يا كابتن، بيتقال عليه طيب. ما هو هو طيب وحش، ما شتيمه هو، بس طيب يعني احيانا يحذفوه على السذاجه شويه. الحمد لله انا مش لاقي حد حواليا ساذج يعني. طب الاستاذ علاء، بيخص القيمه الماليه للاعبين، القيمه الماليه وتاثيرها السلبي على اقتصاد كره القدم، انت حضرتك مش قلقان من ارتفاع الاسعار بالشكل المذهل ده؟ حضرتك ان نشوف لاول مره بنسمع عن 20 مليون جنيه و40 مليون جنيه في صفقه، هل ده مزعجش حضرتك كمسؤول المره دي؟ انا بسال حضرتك كمسؤول، هل مزعجش هذا الرقم ان يكون في لعيب يطلب فيه 20 مليون او 40 مليون جنيه؟ يزعجني جدا. يزعجك جدا، وانا قلت هذا الراي بصراحه، والناس بتحاسبني على الراي ده، لكن انا مصر عليه لسبب. من اربع خمس مواسم، اكثر من ست سبع مواسم كمان، كان في قضيه كبيره جدا في انجلترا ان مرتبات المدربين واللاعبين وسوق الانتقالات تهدد مستقبل كره القدم. مظبوط مظبوط. وعلى فكره حطوا لها ضوابط بس ما حدش حاسس بيها. ده بيتخصم من الفرق نقاط. كان سهل جدا طبعا. بالظبط. انا طلعت الكابتن حسام غالي من 15 سنه بمليون و400 الف يورو. ها؟ تمام. لو الايام دي دلوقتي واخد بالك بياخدوا اللعيبه بمبالغ نص كده لحد ما اللاعب يتالق ويبقى ترس فعلا في الفريق، يبتدوا بقى يتبحبحوا. لكن عمال على بطال. تبص تلاقي اللعيبه لسه لا دخلت منتخبات ولا عملت حاجه، ويكلموك احسن لعيب في مصر. احسن لعيبه في مصر اللي في المنتخب. ووراهم اللي في المنتخبات الناشئين. ووراهم ممكن يجي لك طفره في النص. الطفره دي تبقى لوحدها. انما كل اللعيبه طفرات كده. هو ده المزعج. طب احنا برضو هنقول قناعاتنا، مش بنشتغل رد فعل. مصلحه الاهلي هنعملها. ما يحتاجه الاهلي مش هنبخل فيما يستحق. النقطه دي مهمه، لان الحديث على ان المنافسين معاهم فلوس بتدفع كاش، النادي الاهلي فلوسه مش جاهزه. عايز رد واضح للنقطه دي يا باشمهندس. المنافس انا ما اعرفش ظروفه ايه، وعنده فلوس وكاش ربنا يبارك له، لكن النادي الاهلي عنده فلوس مش كتير قوي زي ما الناس كانت فاهمه، بدليل ان النادي استلم النادي 50 مليون جنيه بشويه مجهود الفتره اللي فاتت، اشتراكات ومش عارف ايه وضغط وبتاع،
ممكن يكون وصلنا 130 150 محتمل مليون جنيه. فمساله ان انت تقنن حتى طريقه الدفع وسيوله وترتبها باولوياتها في الوقت اللي انت عايز تكمل في تطوير النادي وتكمل في سداد المستحقات بتاعه اللعيبه وتكمل في تدعيم الفرق الثانيه، ودي هتاخد اهتمام كبير جدا الفتره الجايه. طب بس نقطه لازم نوضحها، معلش يا باشمهندس انا مطول عليك اعذرني، يعني ممكن البعض يفهم من كلام حضرتك ان قد يكون العائق المالي. لا لا لا, لا ايوه دي لا عايز لا لا. بس ايه ده اللي انا عايز اسمعه؟ لا لا بس مش ما انا بقول لك يعني مش لدرجه ان ما يهمكش تدفع كام، يعني الفلوس مش كتيره، مش لدرجه ان ما يهمكش تدفع كام، لكن اللي عايزه هتدفع فيه، اللي عايزه هدفعه اولويه اولى. تمام. اللي محتاجه مش هنبخل على حد يستحق، ويعرف ونعرف انه مؤكد لما يخش هيطور النادي، هيطور الفريق، هيحقق مستقبل مع النادي، هيحقق مشروع نجم. مش هنبخل في دي. اما ما احناش داخلين سبق مع حد، يعني اللي معتبر نفسه داخل سبق معانا، والله يعني احنا مش شايفين ان احنا في سبق مع حد. لانه ممكن ياخدنا في طريق، انا طالع اسكندريه ابص الاقي بدري في طريق مصر الاسماعيليه لان جريت جنبه وهو مش جاي، طب انا اعمل ايه؟ انا مش عايز حد يجرجرني كنادي اهلي الا في طريق. فانا طبعا بالنسبه لي مش داخل سبق، مش عدلي النادي الاهلي مش داخل سبق مع حد. بس واللي اعتبر ان احنا كبرنا، ما احنا كبرنا الحمد لله، ان احنا بنكبر الحمد لله، ان قدرنا عند الناس كويس، واللي شايف ان الزمن توقف وما بيكبرش يقول لنا عمل ايه. انا عايز اشكرك يا كابتن عدلي، وهستمتع بيك برضه في البقيه اكيد عندك في ملك وكتابه بكره ان شاء الله. لا ما عندي اكيد اكيد شايل حاجه، سايب لنفسك حته برضه بخلان علينا كده برضه، بس مش مهم احنا برضه هنتابعك بكره كده. حلو كده حلو، استمتع بيك دايما يا كابتن وبالتوفيق. واشكرك كابتن، اشكرك، كلام مهم وتوضيح، يعني توضيح مهم وفي توقيت